مش ده مش دي مشكله النادي الاسماعيلي خالص يعني. هل طبيعي ان في عز ما انت بتتكلم كده ان الاسماعيلي يتعامل كده مع نجومه يعني حسني عبد رب ومحمد صلاح ابو جريشه؟ انت بتكلمني انا؟ انا لو موجود هستعين بكل الناس. لا وفي الاخر النجاح يعني النجاح بينسب لرقم واحد. على خلاف ان هم وحتى لو خلاف هو الخلاف ده خلاف في الحب، احنا كلنا بنحب النادي الاسماعيلي. بس ممكن اسمعهم دي في الاخر يعني. هو المشكله بس ان انت ايه لما تتكلم اتكلم على قد خبراتك. يعني لما تتكلم في الاعلام مثلا يبقى سيف زاهر يتكلم. انت معايا؟ يعني حسني عبد الرب ما يتكلم ومحمد صلاح ابو جريشه يتكلم مين تاني؟ محمد صلاح ابو جريشه عنده من الخبرات انه يتكلم، لكن حسني لسه مبطل السنه اللي فاتت. بس خبره سنين. خبره يعني سنين كلاعب. ما هو بيتكلم كلاعب يعني. هو بيتكلم كرجله في الملعب، بيتكلم أيوه كلاعب. هو عاوز يعمل ايه حسني؟ ما يجي يعمل اللي هو عايزه. لكن هو حسني بينتقد المجلس من وجهه نظره ان المجلس ده هو اللي مشاه. اذا كان النادي ماشيه من مدرجاته وبيتفرج على ما حصلش الكلام ده خالص. ما حصلش الكلام ده. حسني لو عايز يخش النادي ما هيرفع السماعه ويخش. حسني كان في الجيم، الاسماعيلي خسر 2، ما انا قلت الموضوع ده قبل كده، راح لافف داخل. ايوه بس هو فيديو عامل لايف ان بتوع الامن دخل قال له حضرتك ممنوع. يا بيه بتوع الامن بيعشقوا حسني، كلنا في اسماعيليه بنعشق حسني وانا اول واحد. حسني يراجع نفسه. حسني انسان طيب ومحترم وجدع وكل الناس كانت بتحبه. حسني راح في حته كده بقاله فتره يرجع تاني يرد لنفسه تاني. حسني اصلا انسان كويس عاوز يساعد، بيساعد النادي الاسماعيلي. ما بيحاول يعني يساعده فعلا اللي حصل الفتره اللي فاتت دي. انا اتمنى ان حسني يمسحها من حياته، يرجع حسني التاني بتاع زمان اللي كل الناس بتحبه. وانا يكلم مين الراجل؟ يكلم وانا يا باشا ابراهيم عثمان ما بيكلمنيش، ببعت له رسائل. يكلم اللي جنبه اللي جنبه. يعني حسني بيتخانق مع كل اللي في النادي الاسماعيلي؟ ما بيكلمش ابو طالب، ما بيكلمش العجوز، احنا هنتلكك لبعض. ما بيكلمش ابو طالب يكلم العجوز، ما بيكلمش العجوز يكلم القماش، ما بيكلمش القماش يكلم طارق ابو ليه. في دوم حاجه؟ طبعا في دوم ايه؟ اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم وبيت الله اللي زرته، ان ما في حاجه حصلت بشكل فني السنه دي الا ما اللجنه الفنيه اللي جابتها وابراهيم عثمان بره الموضوع خالص.